تحياتي يا أصدقائي. كل فترة وبشكل طبيعي بتصير بالبلدان الأوروبية انتخابات، انتخابات بلدية، انتخابات برلمانية، انتخابات رئاسية إلى آخره. عادة بالتنافس بين الأحزاب بيكون المواضيع اللي بيصير عليها الاشتباك هي المواضيع المحلية، لأنه الناخب المحلي ما بيهتم بالسياسات اللي بتتعلق بالقصص برات بلده. يعني بفرنسا بشكل أساسي بيصير الاهتمام بقضايا البطالة، بقضية القوة الشرائية إلى آخره. بألمانيا كمان نفس الشيء، لكن ألمانيا هلأ حاليا تحت وقع الصدمة، هيك بتقول الأخبار اللي عم تجي من هذا البلد، صدمة أنه اليمين المتطرف نجح بالانتخابات، يعني حصل نسبة كتير منيحة من الأصوات بمنطقتين بألمانيا الشرقية، يعني الجزء اللي كان خاضع للحكم الشيوعي قبل ما يرجعوا البلدين يتوحدوا ضمن صيغة ألمانيا اللي هلأ نحن منعرفها. يعني الناس اللي عايشة بصدمة أنه هذا اليمين المتطرف رح يجي وينفذ سياسته تجاه بعض القضايا. هلأ فعليا إذا نحن مندخل بتمحيص وقراءة برامج اليمين المتطرف بكل البلدان الأوروبية رح نلاقي أنه هذا اليمين سياسته بتبنى بشكل أساسي على القول للناخب بأنه أنا عندي حلول سحرية للمشاكل المستعصية، للمشاكل الدائمة. لكن على أرض الواقع لما بيفوت بمعمل السياسة الفعلية، لما بيفوت بالعمل الإداري والعمل الفعلي ضمن المؤسسات، المؤسسات اللي هي بتخضع للقانون وللدستور، بيكتشف أنه ما بيقدر يغير بناء على الشعارات اللي رفعها بالانتخابات، وبالتالي بيتراجع شوي شوي عن شعاراته لأنه القوة القانونية اللي بتواجهه مو سهلة. هاي البلدان مؤسسة قانونيا على احترام الدستور واحترام حقوق الناس. هلأ بألمانيا إذا نحن منشوف حزب البديل اللي هو تقدم بالانتخابات على شو فاز، رح نكتشف بأنه الورقة الأساسية اللي اشتغل عليها هي ورقة اللاجئين والهجرة اللي صارت خلال العقد الماضي في ألمانيا. هذا الحزب بيحكي على أنه قضية اللجوء أو قضية الهجرة مركزية ضمن حالة الأزمة اللي عايشتها ألمانيا، لكن نحن إذا بدنا نفكك الموضوع رح نكتشف أنه أزمة ألمانيا الحالية اللي هي أزمة اقتصادية عم تأثر على يعني شرائح كبيرة وطبقات واسعة بالمجتمع الألماني، ما سببها المهاجرين. في أسباب إلى علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية اللي صارت قبل فترة، قبل عدة سنوات، وحرب روسيا وأوكرانيا، وقبلها أزمة كورونا، أزمة الوباء اللي هدد البشرية. هدول كلهم لما بيجتمعوا بيعملوا ضغط على الاقتصاد، وبالتالي بتصفي الأحزاب السياسية عندها مشكلة بأنه كيف بدها تعالج الأشياء اللي نتجت عن الأزمات المتتالية. هلأ لما بيجي حدا بيقول أنا شايف أنه الحل بأنه نحن نقلع المهاجرين، أو على وجه الدقة أنه تعالوا نشوف مين ما اندمج مع المجتمع الألماني وخلونا نطردوا برات ألمانيا، بدنا نسأل حالنا أنه شو يعني مفهوم هذا الحزب أو هذا الشخص للاندماج. هل مفهوم الاندماج هو أنك أنت تجيبه لهذا الشخص وتخليه يشتغل بالاقتصاد الألماني، يعني تشغله عامل بمعمل، عامل بالبلدية إلى آخره؟ هل هذا هو مفهوم الاندماج؟ إذا كان هذا هو مفهوم الاندماج بدنا نفكر بشكل آخر، أنه نحن في بألمانيا في شعوب إجت أو فئات من شعوب إجت سكنت بألمانيا خدمة للاقتصاد الألماني ولإعادة بناء ألمانيا بعد الحرب، لكن هاي المجتمعات ما قدرت تندمج مع المجتمع الألماني لا بالجيل الأول ولا بالثاني ولا بالثالث ويمكن حتى الرابع. يعني الاندماج اللي عم يصير هو اندماج نسبي، لأنه هاي الشعوب بتحاول تحافظ على ثقافتها لما بتكون محاطة بأكثرية يعني من ثقافة أخرى. مشان هيك لما بدنا نحكي عن الاندماج ناخد النموذج التركي في ألمانيا. هل المجتمع التركي
المحلي في ألمانيا هو مندمج مع المجتمع الألماني؟ اقتصاديا ايه مندمج، بس لكن ثقافيا ما هو مندمج. اذا نحن لما بدنا نحكي عن موضوع الاندماج بدنا نفكر انه خيو انت بدك اياه يندمج ثقافيا ولا بدك اياه يعني يشتغل كعامل وبالتالي عبد ضمن السيستم الرأسمالي او الليبرالي المتوحش الموجود حاليا باوروبا وبامريكا وبغيره من البلدان. لازم نحدد اخي شو هذا مفهوم الاندماج اللي عم تحكوا عليه. هلا بتجي وحدة يسارية مثل سارة فاغن كنيشت اللي عملت تحالف باسمها من أجل العقلانية والعدالة، بتجي بتحكي أنه أنا كمان بدي عالج موضوع الهجرة، بتحاول تسحب الورقة من إيدين اليمين المتطرف، بس كيف؟ بتجي بتزاود عليه يمينيا، يعني هي ما عندها مشكلة مع اللاجئين، ما عندها تمييز ضدهم كأشخاص وثقافات، بس هي قال أنه كتروا بألمانيا، يعني صار وجودهم كتير مشكلة. بس شو الحل بالنسبة إلها؟ الحل بالنسبة إلها هي إيقاف الهجرة وحل المشكلة بأرضها. كيف مثلا بالنسبة للسوريين؟ بالنسبة للسوريين أنه تعوا نحكي مع بشار الأسد، تعوا نحكي معه مشان يوقف موضوع الهجرة، وكأنما بشار الأسد يعني ناطر سارة فاغن كنيشت مشان يحل مشاكل الشعب السوري. هو أصلا بشار الأسد هو مشكلة الشعب السوري، بس هي العقلية اليسارية اللي بتحاول أنه ما تفوت بمشاكل الآخرين طالما هن معادين للإمبريالية، بتشوف القصة من زاوية أنه أخي هدول عم يجوا هربانين من هذا البلد، تعالوا نحكي مع السلطة الموجودة بهي البلد. يعني السياسة نفسها هي سياسة شعبوية وغبية، لأنه بأقرب فرصة رح تكتشف أنه ما في إمكانية للحل إلا بناء على أنك تغير النظام الحاكم بهذا البلد وتفتح مجال للناس بأنه تعيش حياتها مثل ما الناس عايشة بألمانيا. يعني إذا صار ديمقراطية بسوريا أنا متأكد أنه نسبة كتير كبيرة من السوريين حتى المجنسين صاروا ألمان رح يتركوا ويرجعوا على سوريا، لأنه أول شيء هي بلدهم، تاني شغلة الفرص الاستثمارية اللي بدها تصير بسوريا أعلى بما لا يقاس من الوضع المستمر أو الساكن في ألمانيا. الشيء اللي بدي أقوله بهاللحظة هو أنه كيف بيجي على بال هدول الناس اللي هن اليمين ولا اليسار أنه يعتبروا اللاجئين والمهاجرين هن العقدة الأساسية في الأزمة اللي عم يعيشها المجتمع الألماني. خبراء الاقتصاد اللي عندهم إن كان هون ولا هون بيعرفوا أنه هاي الحجة ما إلى معنى، لأنه هدول المهاجرين جزء منهم داخل بالاقتصاد الألماني، يعني ناس عم تشتغل، وحتى الجزء الآخر اللي قاعد ما عم يشتغل بدنا نشوف شو الأسباب اللي بتخليه أنه هو ما يندمج مع المجتمع الألماني. وإذا بتعملوا مقارنات رح تشوفوا أنه حتى هاي الحجة حجة غير ذات قيمة بمجرى العمل اليومي بالحياة الألمانية، إنما هذا توسل لي أصوات بسطاء الناس اللي بيعتقدوا أن المشاكل تبدأ من اللي بيشوفوه بالشارع، أو المشاكل تبدأ من اللي بيسمعوه بالأخبار وبوسائل إعلامية رخيصة على الأغلب هي بتختلق أخبار أو بتضخم بالأخبار من شان تكسب قراء. يعني هذا الشيء اللي عم يصير من هدول الأحزاب اليمين ولا اليسار هو عمل شعبوي فاضي بيحول اللاجئين إلى مكسر عصا. شو يعني مكسر عصا؟ يعني بيصيروا بدهم يتباروا قدام الجمهور اللي قاعد ناطر أنه كيف بدكم تعاقبوا هدول اللي ازعجونا، كيف كنت تعاقبوا هدول اللاجئين أو المهاجرين. فبيجي كل واحد بيمسك هالعصاية وبيكسرها على هذا اللاجئ أو على هذا الجسم الكبير اللي اسمه المهاجرين أو اللاجئين. لكن الكارثة الأكبر هي أنه لما بتستجيب الأحزاب التقليدية الأحزاب الكلاسيكية لنداءات الشعبوية وبتصير بدها تزاود على اليمين المتطرف واليسار المتطرف بمعادات اللاجئين. هذا الشيء ممكن يصير حاليا بألمانيا، لا بل حدث بأكثر من مكان، حدث بالدنمارك وحدث بهولندا وحدث بفرنسا. كيف ممكن العالم تواجه هاي القصة؟
أنا ما عندي حلول لبيئة خاصة مثل البيئة الألمانية، لأنه حتى البيئة الألمانية متعددة وموزعة على عدة ولايات، وكل مكان في نمط سلوكي ممكن الواحد يعمل له مقاربة ويشوف نقاط التشابه ليبني ردة فعل أو سياسة ناجعة لمواجهة هذا الشيء اللي عم يصير. لكن بالمجمل أنا بدي أقول أنه نحن بدل ما نتحول لمكسر عصا كمهاجرين أو لاجئين، مطلوب من السوريين، طبعا مطلوب من كل حدا يعني من وين مكان جاي، يعني أنه يعزز حالة المواطنة تبعه بهذا البلد والامتثال الكامل للقوانين. ليش؟ لأنه هاي أول نقطة بتخلي المترصدين يعني يمسكوا على هاي الفئة الأخطاء. تاني شغلة، وهي الشغلة حكيت عنها سابقا وهلأ بدي أرجع أكد عليها، أنه يا جماعة الشكل التمثيلي لألكن بالمجتمعات اللي أنتوا عايشين فيها كتير موضوع خطير. يعني أنت بدل ما تكون عامل مجموعة تمثيلية منتخبة وجاي بشكل ديمقراطي ومتنوعة الانتماءات السياسية، يعني أنت لما بتكون موجود بألمانيا كمواطن ألماني بحق لك تكون موجود ضمن الأحزاب السياسية، بس لكن أنت عندك قضية كمان هي خدمة الفئة اللي أنت إجيت منها اللي هن السوريين، وبالتالي عملك بده يصير لخدمة الألمان وخدمة السوريين. ضمن عملك هاد أنت فيك تكون واجهة للدفاع عن المجتمع السوري المهاجر أو اللاجئ. نحن بنعرف أنه بألمانيا تحديدا، وهي الشغلة هي حقيقة مثل العود بتنحط بعيون كل شيء عم يحكي على اللاجئين السوريين أنه هن ما بيتفاعلوا وغير مندمجين. السوريين الموجودين بألمانيا طلع منهم ناس فاتت على البرلمان وفي منهم رؤساء بلديات، يعني شوفوا لوين وصلت عملية الاندماج خلال أقل من 10 سنين. نحن ب 2024 الهجرة الكبيرة أو اللجوء الكبير صار بألمانيا صار ب 2015، يعني ناس فايتة بصلب حراك المجتمع الألماني، وبالتالي ما بيقدر حدا يجي يبيض على الناس ويكذب ويقول هدول مانون والله مندمجين. بس لكن هذا الشيء اللي صار بهون أو هون أو هون بده توسيع، بده حضور بالإعلام، بده ممارسة سياسية حقيقية. لما أنت بتكون موجود ضمن هذا المجتمع اللي هو عاطيك كل إمكانيات التحرك وبتأثر، الحق بيكون عليك. ما بدي حمل اللاجئين أو المهاجرين شيء فوق إمكانياتهم، لكن أنا عم بحكي بالأساسيات اللي بتضمن أنك أنت شو ما صار بالانتخابات أنك تشعر بالطمأنينة وما بتشعر بالخوف. لأنه اللي عطاك حقك باللجوء وبالوجود على هاي الأرض هو القانون الألماني والدستور الألماني، القانون الفرنسي والدستور الفرنسي، وبالتالي أنا ما بشعر بالخوف لأنه أي عملية بده يجي حدا يحولني فيها لمكسر عصا أنا بالقانون بواجهه، بالدستور بواجهه. كلامي ما هو تنظير لأنه أنا بعرف الحالات الموجودة إن كان بفرنسا ولا إن كان بألمانيا، لكن كلامي هو جاي ليكون تحريض على أنه إحنا كيف بدنا نواجه هاي السياسة اللي عم تحاول أنه تعطل وجودنا أو تعطل وجود الناس بألمانيا. حقيقة في فئات من السوريين ما عم يشتغلوا، هدول الناس بدهم نعالج وضعهم، بس لكن بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه نحن شعب منكوب. ما فيك تيجي تقلي أنه أنا لازم أكون مندمج بينما أنا حقيقة ما زال عندي وضع خاص متعلق بما يحدث في سوريا. كتار الناس اللي عندهم معتقلين بسوريا وكتار الناس اللي عندهم مفقودين، لا بل أنه في ناس أملاكها سرقت وحتى أراضيها وأشجارها المثمرة هلأ عم تنسرق بسوريا. كيف هذا الشخص بدك تقول له كون كائن طبيعي أو شخص طبيعي بمجتمع مثل المجتمع الألماني؟ هو حقيقة عم يكون منفصل عن الواقع اللي عايشه لأنه مخه بسوريا. إذن الشيء المهم هو أنه يكون في نظرة عادلة أو تحكيم عادل لفكرة الاندماج. هذا الاندماج المطلوب لازم يكون خاضع لخصوصية كل حدا مع احترام طبعا القانون واحترام الأنظمة، لكن ما فيك تجي تقول لشعب منكوب يلا طلع على الشغل ودغري ونسى اللي صاير.
هذا الشعب لساته عايش بمرحلة الحرب، وبالتالي لازم يكون في معالجة مختلفة لوضعه. حبيت أحكي هذا الكلام لأنه حالة الخوف بلشت تظهر عند السوريين الموجودين بألمانيا، وذكرتني بحالة الخوف اللي صارت بفرنسا لما تقدم اليمين المتطرف. الانتخابات القادمة في ألمانيا باقي لها سنة، بينما كانت بفرنسا الانتخابات شغلت أسبوع وأسبوعين بين فوز اليمين المتطرف، بعدين كيف قلب اليسار المعادلة ونجح بالانتخابات. يعني المساحة الزمنية لتعديل الواقع في ألمانيا أوسع من اللي كانت موجودة بفرنسا. هذا يعني بأنه نحن لسه عنا إمكانية لنشتغل، عنا إمكانية لنطرح أصواتنا ولنعمل تحالفات وندخل بالعمل السياسي بألمانيا لنقلب هاي المعادلة. حبيت أحكي هذا الكلام لعل وعسى نقدر نساهم بشيء من الطمأنينة عند السوريين أو إيجاد الحلول. إذا عجبكم هذا الكلام يا ريت تشتركوا بالقناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس وتبعتوا هذا الفيديو للناس المعنيين ولا سيما بألمانيا. وشكرا لكم.